عندنا كيلو من الدقيق المنخول، وهنا واقفة ونخلي بالنا منها جدا. نوعية الدقيق بتفرق جدا جدا في عمل الكحك، يعني لما اروح اشتري دقيق اشتريه يا مخصص للكحك والبسكوت، وده بيبقى متوفر في باكيت في السوبر ماركت، او ان انا اروح لمحل مستلزمات حلواني اقول له انا هعمل كحك وبسكوت اديني الايه الدقيق. فهنحتاج كيلو من الدقيق هننخله طبعا، 650 جرام من السمنه البارده، يعني حطيتها كده تبرد في الثلاجه شويه. السمنه زي ما قلنا 650 جرام. عندنا كمان 200 ملي من الميه الدافيه، يعني كوبايه ميه كده دافيه ناقصه 3 معالق من الميه. باكت كريم شانتي باودر، وهقول لكم هنحطه ليه. عندنا كمان معلقتين كبار من السكر الباودر، وعندنا معلقتين كبار من السمسم المحمص، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره خميره فوريه. هنحتاج كمان معلقه صغيره من ريحه الكحك، وربع معلقه صغيره من الملح، يعني ذره ملح، والملح هنا لازم يكون ملح ناعم جدا جدا. تمام، دي كده مقادير الكحك بتاعنا، مقادير بسيطه بس مظبوطة جدا جدا. طيب تعالوا نقول الحشوات بالمرة، وبعد كده نبتدي ان احنا نشوف هنعملهم ازاي. هنحتاج نص كيلو من الملبن. الملبن هياخد معلقتين من او مكعبين من الزبدة، تمام، والزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ. نص كوباية من البندق المجروش او السوداني المجروش، اي نوع مكسرات انت بتحبيه حتى لو سمسم، تمام، ده بيدي قرشه حلوه قوي قوي للملبن. طيب عندنا كمان حشوه العجوه، والعجوه هنحتاج لها نص كيلو من العجوه، معلقتين برضو من الزبده الطريه، ولو انت حابه تضيفي عليه نكهات، يعني اخواتنا في دول الخليج حبوا جدا يحطوا عليه رشه هيل او حبهان مطحون، اللي هو الحبهان المطحون او رشه قرفه، ده براحتكم طبعا. عايزين تحطوا، احنا في مصر اعتقد ان احنا بنحطه بس كده لوحده. عايزين كمان نشوف، يلا العجميه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الكحك قرب يطلع اهو الايه. طيب عندنا العجميه، والعجميه مقاديرها عباره عن 3 ارباع كوبايه عسل ابيض، 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار زبده او سمنه المتاح عندنا، معلقتين كبار من السمسم المحمص، اي نوع مكسرات مجروشه. هنحتاج كمان نص معلقه صغيره من ريحه الكحك، وبس على كده. دي مقاديرنا النهارده للكحك بمشتملاته. تعالوا بينا يلا على طول نشتغل ونشوف مع بعض ايه التركات اللي تظبط معاكي الكحك وتطلعه معاكي يعني 10 على 10. بدايه كده عندنا هنا السمنه، تمام، زي ما قلت لك السمنه تكون مش سايحه، تكون ماسكه نفسها كده، اتحطت في الثلاجه شويه علشان تبقى بارده. هنفضي السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده زي ما اتفقنا كده الكحك بتاعنا على البارد، يعني بطريقه المحلات دي، الطريقه الاخف على المعده، تمام، ولذيذه في الاكل جدا، ما تحسيش كده ان انت اكلتي حاجه تقيله على معدتك ولا تعمل حرقان ولا الكلام ده كله. هنحط السمنه، مقدار السمنه بتاعنا، ومع السمنه هبتدي اضيف المعلقتين الكبار من السكر. طبعا السكر، الدقيق، الحاجات اللي هي البودر دي لازم تكون منخوله. خلاص انا هبتدي اضربهم مع بعض شويه. ده صاج كحك اهو، يعني بصوا معايا كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، نقشه ما راحتش ما شققش، طالع يعني زي ما قال الكتاب. طبعا عشان هو ناعم، مجرد ان الواحد لمسه بس كده فبصوا يعني اتهرست، ده علشان هو ناعم جدا. وهقول لك دلوقتي ازاي تعمليه، اللي هو الكحك اللي بيبقى فيه الخشونه شويه، في ناس بتحب الكحك خشن، فانا هقول لك دلوقتي مقدار السمنه، يعني انا النهارده عاملاه ناعم، تمام، زي ما انا بحبه او زي ما كتير بيحبوه الكحك الناعم.
معمول ب 650 جرام من السمنه. طب انا في البيت محتاجه ان انا اعمله كحك كده يعني ايه خشن شويه، فهحط بس 550 جرام من السمنه، تمام؟ يعني نص كيلو عليه معلقه اكل كده سمنه، ده كده يطلع معاكي ايه الكحك اللي هو فيه خشونه شويه، تمام؟ اما الكحك الناعم ف 650 جرام من السمنه. بينا نكمل ضرب السمنه بتاعتنا اللي زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه واضحه معانا ولا لا، ابتدت تبيض. السمنه بصوا كده، يعني ممكن نشقلب الدنيا كده اهو، بصوا السمنه بدات لونها يبيض، تمام؟ من الضرب مع السكر. هكمل ضرب شويه. بعد ما ضربنا السمنه كويس ولونها فتح جدا مع السكر، تمام، عندي بقى هنا ايه، عندي سمسم محمص هحطه. ليه محمص؟ لان انا في الكحك اللي على البارد مش مفيش حاجه معايا سخنه تحمصه، اما في الكحك المقدوح او اللي سمنته مقدوحه فبنسخن السمنه كويس جدا وبنحمص فيها السمسم، علشان كده بنجيب السمسم للكحك اللي مقدوح له السمنه سمسم ابيض، اما هنا فالكحك او السمسم بتاعنا هيتحط محمص. هحط كمان الدقيق المنخول طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كمان البيكنج باودر، احط الكريم شانتيه الباودر اللي هيدينا طعم غني جدا للكحكايه، طعم مميز كده ولذيذ قوي. هحط كمان معلقه ريحه الكحك، انا مجرد ما حطيت سوري الكريم شانتيه ريحته طلعت كده، ريحته خطيره. هحط كمان ريحه الكحك، وهندي ذره الملح زي ما قلنا على طرف المعلقه او بين صباعين كده، اهم حاجه يكون الملح ناعم جدا جدا عشان ما الاقيش كده وانا باكل كده حته ملح كده جت تحت اسناني. خلاص، حاجه كمان هحط هنا على ال 200 مللي ميه، هحط معلقه صغيره من الخميره واقلبها على بال ما بس الكحك، تمام، وعلى بال ما اشرب الدقيق السمنه اللي احنا حاطينها يكون الخميره ابتدت تتفاعل معانا. طيب هنا الخطوه دي انا مش لازم يكون معايا عجان خالص في الكحك، يعني انا بعمل دلوقتي بالعجان، بس احنا في البيت لو ما عندناش عجان هنعمل الكحك وهيطلع زي الفل. اولا في الاول بضرب السمنه بالمضرب اليدوي العادي جدا، اهالينا زمان كانوا بيعملوه بايديهم، تمام. بعد كده هحط الدقيق والمكونات اللي احنا حاطينها دي، وهبتدي ان انا ابس بقى الكحك. نبس الكحك يعني ايه؟ يعني الدقيق يتشرب السمنه اللي احنا حاطينها، كل ما بستيه اكتر كل ما الكحك ناعم معاكي اكتر. في ناس تحط مقدار 650 جرام من السمنه ويقولوا لا ده الكحك طلع مش ناعم، الكحك طلع خشن. طلع خشن عشان ما تبسش كويس، يعني ما دعكناش السمنه مع الدقيق كويس. دي معلومه مهمه ودي تركايه ضروريه جدا جدا، ومن اهم اسباب نجاح الكحك ونعومه الكحك انك تبسي الدقيق مع السمنه كويس قوي. فاحنا هنبسه دلوقتي بالعجان، بس في البيت لو ما عندناش عجان فبايدينا لغايه ما يتشرب كويس جدا جدا وتنعم معايا الكحكايه. يلا بينا. بصوا بقى، طبعا عشان العجان سريع فعلى طول مجرد دقيقتين ثلاثه كان خلاص العجينه زي ما انتم شايفين. بصوا كده، بصوا العجينه بتاعت الكحك عامله ازاي، بصوا يعني طريه جدا طريه جدا جدا، ويعني بصوا عامله ازاي ولا عجينه البتيفور، تمام. طيب حلو قوي، لازم توصلي للشكل ده والتاثير ده، تمام، حتى لو عاملاه بايديكي.
ان الدقيق يبقى متشرب السمنه بالشكل ده، والعجينه زي ما انتم شايفين كده بصوا يعني طريه خالص بالشكل ده وملزقه في ايدينا اهي. خلاص كده حلو جدا. نلم العجينه بقى بحوالي 200 ملي من الميه الدافيه، والافضل هنا حاطين ميه. تمام، الميه بتخلي الكحك افضل كمان من اللبن، اخف من اللبن. ومش هزود ميه عندي، هي دي وبس، مهما يحصل هي شويه الميه دول، لان كتر الميه بينشف الكحكايه مهما حطيت لها سمنه. تمام. وهنا بقى حاجه مهمه برده تاني، انك لما تحطي الميه ما تعجنيش كتير، مجرد ان المكونات تختلط مع بعض ووقفي على طول علشان الكحكايه ما تعضمش معاكي بعد التسويه. يلا بينا هنزل بقى كده. ممكن كمان نستعمل ايدينا في الحته دي، ان انا بعد ما احط الميه يا دوبك الم المكونات بايديا مش بالعجان. تمام، تعالوا بينا يلا نضيف ال 200 مللي من الميه كلهم بالخميره وابتدي الم العجينه بتاعتي على طول. هكتفي بكده وتعالوا بينا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نجمع العجينه كده بايدينا. يلا، نوع السمنه عليه عامل مهم جدا في نجاح الكحكايه معاكي، فهنلم بقى العجينه كده بايدينا ونبتدي نشكلها. هسيب العجينه ترتاح شويه معايا. حاضر، ويلا بينا بقى كده. تمام، بعد ما خلاص تلاقي العجينه معاكي طريه ومظبوطه ماشي وما بتلزقش، يعني لو خدت بقى حته كده اهي العجينه بقت ايه، تمام، طريه في نفس الوقت مظبوطه جدا. تمام، انا هلمها تاني بايديا. تمام، وبقت معانا طريه وبالشكل ده. بصوا العجينه طريه جدا. تمام، سهله التشكيل. طب اجربها ازاي؟ اجيب بقى كده ايه، عندنا مثلا فين المنقاش والحاجات بتاعتنا في الدرج. يلا وليكن يعني انا هشكل بالمنقاش، فبجرب الكحكايه اشوفها اخبارها ايه. بصوا هاخد الكحكايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه ولا بتنتش. تمام، ايه القمر ده؟ شايفين الكحكايه عامله ازاي؟ تحفه ما شاء الله. كده 10 على 10. حضر بقى الصاج علشان نشكل فيه. الصاج بتاعنا مش لازم يدهن، يكفينا جدا كميه السمنه اللي احنا حاطينها. فابتدي ارص كده الكحك فيها. تمام، عايزه تعمليه منقوش بالمنقاش. انا من الناس اللي ما بحبش انقش بصراحه، بحس ان الكحكايه اللي هي ساده خالص دي بدون اي حاجه، تمام، هي زي الفل، تاخد شكلها. وبعدين بتحط على كله سكر، فدي كمان بتشيلش سكر كتير عكس المنقوشه طبعا بتاخد سكر ما بين بقى الفتحات اللي احنا عاملينها دي، فدي كده بالنسبه لي عن نفسي افضل. الكحك بتاعنا النهارده ميني خالص، صغنن جدا، فتقدري تعمليه تمام قد الغريبه يمكن اصغر كمان، علشان تعملي كميه كبيره واللي ياخد واحده يا دوبك كده في البق على طول، ما تروحش شمال ولا يمين. عايزه تبصميها بالبصامه. بصوا دايما لما هتبصمي الكحك بالبصامه ما تستنيش تخلصي الصاج كله بعدين تبصمي. تمام، خليكي بصمي واحده واحده عشان بتكون لسه طريه. تمام، فبتاخد الشكل اللي انت عايزاه اهو. تمام، يبقى كده عملنا المنقوشه بالمنقاش عادي والساده خالص واللي بالبصامه. تعملي بقى اي شكل انت عايزاه، ما شاء الله هو ماشي معانا والكحك العجينه بتاعته زي الفل. طيب تعالوا بينا بقى نعمل العجميه علشان نشوف هنحشي ايه ونتصرف ازاي في الحشوات بتاعتنا. ما ناخد في البدايه كده العجميه، حاطين طاسه على النار، واخد السمنه، السمنه او زبده المتاحه عندنا، الاثنين شغالين. هحط 3 معالق من الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 معالق من السمنه، من الدقيق، 1 2 3،
ونقلب ونحمص ونلون الدقيق. تمام، يبقى احنا كده مقدار السمنة ومقدار الدقيق على النار لغاية ما الدقيق يبتدي يتحمص ويتحمر معانا، ياخد لون كده. طبعا احلى حشوة في الدنيا هي حشوة العجمية. عندي هنا ريحة الكحك وعندي السمسم كمان، ناخده معانا، واي نوع مكسرات انت بتفضلي، ده اختياري. لو مش عايز تحطي مكسرات خالص مفيش مشكلة. لما ابتدي الاقي ان الدقيق بدأ يلون كده وياخد لون البيج بالشكل ده اهو، ابتدي انزل بقى بريحة الكحك عشان تتحمص هي كمان وتطلع لنا الريحة الجميلة. كلنا عارفين ان ريحة الكحك دي عبارة عن مجموعة من البهارات والمحلب معاهم عشان يدونا كده نكهة الكحك المتعارف عليها. بصوا اللون بدأ كده، ايه الكحك ياخد مع سوري الدقيق ياخد معانا لون اغمق هنا. خلاص اللون ده حلو قوي قوي، بصوا تحفة. هنزل السمسم برضو عشان ياخد تحميصة هو المكسرات المتاحة عندنا، ونقلب تقليبة. تمام، كل ده طبعا هيدينا طعم حلو جدا جدا. التحميصة دي في حد ذاتها بتفرق قوي قوي كده. خلاص اللون تحفة زي ما انتم شايفين. ننزل بقى بالعسل الأبيض، ونقلب بقى. مجرد ما تغلي على النار زي ما انتم شايفين كده، خلاص هبتدي ارفعها. تمام، واسيبها بقى تبرد تماما علشان اقدر ان انا اشكلها كور صغيره واحشي بيها الكحك بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده لونها خطير، ريحتها حلوه قوي قوي، مظبوطه ظابطه، مفيش كده. بصوا مقادير يعني 10 على 10. هسيبها بقى تبرد خالص. تمام، ايه ده بسرعه كده؟ طيب لا ما يعني لو تدوني بس دقيقه. بصوا بقى مفيش اسهل من العجوه والملبن. طيب علشان نحافظ عليهم يكونوا تراي جوه اي حاجه بحشي بيها عجوه او ملبن، لازم ان انا ادعكهم كده بمعلقه من الزبده، وما تكتريش لان اي حاجه بتكتر عن حدها او عن المقدار بتاعها بتنقلب العكس. فدايما كده نص كيلو العجوه نص كيلو الملبن بياخد معلقه كبيره من الزبده. وليه زبده مش سمنه؟ لان الزبده بتساعد على طراوه العجوه لان فيها نسبه لبن، فما بتخليش العجوه تنشف ولا الملبن ينشف معانا. اللي هنعمله بسيط جدا جدا، ان انا هعجنهم مع الزبده وخلاص. بسم الله، يعني احط كده وعليها الزبده ونعجنهم مع بعض. وزي ما قلت لك حابه تحطي هيل اللي هو الحبهان او قرفه رشه بسيطه ممكن، مش حابه خلاص هو كده بيبقى زي الفل. هنا كمان هنحط الزبده والملبن ومعاهم سوداني مجروش، بندق مجروش، من غير تحطي سمسم براحتك، بس كده. وهنعجنهم مع بعض وخلاص، وكده يكون الاثنين كمان جاهزين. تمام، اوعي تحطي العجوه على النار. العجوه لو اتحطت على النار علشان يعني تسيحيها وتفكيها بتنشف بزياده جوه الكحكايه. امتى احطها على النار؟ لو هي جامده قوي قوي انا مش قادره اعجنها خالص، فبحطها مع الزبده ومعاها معلقتين لبن علشان ايه نطريها شويه. طيب عملتي العجوه او الملبن وحسيتي ان هم طريوا معاكي زياده عن اللزوم، مش عارفه تتعاملي معاهم، حطيهم في الثلاجه شويه هتلاقيهم شدوا وعرفتي تكوريهم وتظبطيهم. تمام كده، خلاص احنا عجننا الملبن، عجننا العجوه بالزبده وكله تمام. بصوا اهو ولا سايحه ولا اي حاجه خالص، فردا فردا ساحت منك تحت اي ظرف من الظروف. بتدخليها التلاجة هتلاقيها ترد معاكي وتبقى زي الفل اهي، وبتتشكل كور بالشكل ده. تمام، هنا كمان العجوة بصوا قد ايه بقى طرية، شايفين تحفة. ده غير طعمها بقى اللي بيبقى حلو قوي، وبرضو بتتكور معانا بكل سهولة اهي.
خلاص خلصنا، خلاص عملنا العجميه وقلنا العجوه والملبن نعملهم ازاي علشان نحافظ عليهم يبقوا في الكحكايه كده طراي ومش ناشفين. طيب الكحك بتاعنا بعد ما عجناه هل اسيبه يخمر وبعدين اشتغل فيه؟ لا، هنشتغل فيه على طول لانه كحك على البارد. اللي مقومه معانا اكتر هي البيكنج باودر، تمام؟ فمش محتاجين وقت كبير للتخمير، على طول بنشتغل فيه. تعالوا بينا بقى كده نبتدي نحشي. راعي دايما وانت بتحشي ما تكتريش كميه الحشوه جوه الكحكايه عشان ما تخليش الكحكايه تشقق وتطلع الحشويه منها، تمام؟ فهناخد بقى كده ايه بالعجوه وابتدي اقفل عليها. انا دايما بحب اميز الكحكايه اللي بالعجوه تبقى شكلها طولي شويه بالشكل ده اهو. بصوا حجم الكحكايه قد ايه، سكره خالص. ونبتدي ننقشها بقى لو حابين. فاكرين لمة زمان ولمة العيلة والجيران والأهل والأحباب؟ النهاردة الكحكة عند فلانة هنروح نساعدها، وبكرة عند جارتي دي هروح أساعدها، والكلام ده كله طبعا شفناه أيام زمان بقى مع أهالينا، فكانت حاجات خصوصا علينا إحنا وإحنا صغيرين كان وقعها حلو قوي قوي، وحاجات كده عمرها ما بتروح أبدا من الذاكرة. بصوا معايا الكحكاية كده أمرايا باينة، بصوا تحفة. طيب ينفع أحط في صاج واحد سادة ومحشي؟ لا. ليه بقى؟ علشان الكحك السادة له درجة حرارة في التسوية، والكحك المحشي له درجة حرارة تانية خالص. بمعنى إيه؟ بمعنى إن السادة هو عبارة عن كتلة من العجينة، هي كحكاية ما فيهاش أي حاجة من جوه، هي عبارة عن جزء كده من العجينة على بعضه، فتخيلوا الجزء ده كله عجين. علشان يستوي محتاج درجة حرارة هادية، يعني درجة حرارة 160 علشان تطلع معاك الكحكاية مستوية، ما تطلعش عجينة من جوه، ضروري جدا جدا، تمام؟ طيب لما اجي احط في العجينة دي وادخل في قلبها حشوة، تمام؟ فبقى فيه جوه حيز مليان بالحشوة، والحشوة دي مش محتاجة تسوية، بالعكس ده لو تعرضت لدرجة حرارة فترة طويلة بتنشف، تمام؟ طب علشان نتلاشى الموضوع ده وإن الحشوة تنشف معايا في التسوية، يبقى درجة حرارة أعلى شوية، لأنني محتاجة أسوي بس جزء العجينة اللي هو عامل كفر حوالين الحشوة، فمش محتاجين وقت كبير. علشان كده هنسوي على درجة حرارة 180، خلاص؟ فيبقى المحشي بيحتاج درجة حرارة أعلى من السادة علشان هو مفرغ من جوه، أو في جزء كبير من جوه في الحشوة اللي هي مش محتاجة ولا تسوية ولا محتاجة حاجة خالص، تمام؟ يبقى المحشي على 180 والسادة على 160 وبس كده، خلاص؟ كحك كده صغنن وعسول جدا، لما عملته في البيت كله كده مبسوط قوي. أنا كنت بعمله صغير بس مش الدرجة دي، ده كده صغير كمان أكتر من الغريبة. طيب نيجي بقى للتسوية. انا محتاجة الف الصاج في الفرن دايما وانتي بتخبزي، تمام؟ خاصة احنا مش بنعمل كيك فهنخاف مثلا ندي هوا للكيك والكلام ده كله، لا دي مخبوزات عندنا لازم ابص عليها من فترة للتانية واشوف الكحك هل في ناحية لونت عن ناحية، فبعمل كده والف الصاج علشان ياخد كله نفس اللون، تمام؟ تمام. من الحاجات المهمة بقى أثناء الخبز، أولا أنا بشغل الفرن بتاعي، بعجن الكحك بتاعي عجنته خلاص بروح أشغل الفرن، أول ما أعجن أروح أشغل، هشغل الفرن على بال ما أشغله، تمام؟ وياخد درجة الحرارة بتاعته المطلوبة، سواء بقى يعني هسوي سادة ولا هسوي محشي على 160 ولا على 180، وبعد كده برجع إن أنا أشكل الكحك بتاعي على طول. بشكله وعلى بال ما الفرن يسخن ربع ساعة يكون الكحك خلاص ارتاح على الصاج ربع ساعة، فبدخله أسويه مباشرة، تمام؟ يبقى ما بنخمرش بعد العجن، وبعد التشكيل بسيب الكحك على الصاج ربع ساعة وابتدي بعد كده ان انا اخبز، تمام؟ ايه كمان برضو من الحاجات المهمة اللي لازم نحرص عليها واحنا بنعمل الكحك؟ ان الشبكة تبقى في النص، مش محتاجة ان انا اشغل، مش محتاجة ان انا احط على الارضية، تمام؟ ففي النص هيديني نتيجة حلوة جدا. فرنك بيشتغل فوق وتحت ومروحة، شغليه. طيب ما بيشتغلش غير تحت بس لوحده وفوق بس لوحده، بشغل تحت طبعا الاول على درجة الحرارة اللي احنا عايزينها، وبعد كده لما الاقي الكحك بقى خد لون من تحت كده ذهبي فاتح بروح
طافيه تحت قوم شغاله فوق علشان يبتدي ياخد معايا لون من فوق، واوطي الشوايه يعني اوطي فوق علشان ما يتحرقش مننا، ياخد اللون من غير ما يتحرق. تمام، يبقى في البدايه نشغل تحت، وبعد كده لما ياخد لون من تحت ذهبي بطفي تحت واشغل الشوايه من فوق علشان يبتدي ياخد اللون من فوق، بس نهدي شويه درجه حراره الشوايه. خلاص كده ان شاء الله افتكر حاجات تانية اقولها لكم واحنا شغالين. طيب احنا لقيتي يعني في بقى مشاكل بتقابلنا واحنا بنشتغل الكحك. والله يا شيف انا بعجن، عملت اللي انت قلتي عليه بالظبط، وجايه اشكل الكحك لقيته مفرول، الكحكه مفروله في ايديا مش عارفه المها. يبقى كده ممكن ما تكونيش بسيتي السمنه كويس مع الدقيق، او تكون كميه السمنه قليله. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي ما قدامكيش غير انك تحطي معلقتين سمنه. طب احط ميه؟ لا، هتحطي ميه الكحكه هتنشف. ففي الوقت ده لما تلاقي العجينه معاكي مفروله مش قادره تتحكمي فيها ومش لينه معاكي كده وطيعه وبتتشكل معاكي، على طول هتجيبي معلقتين سمنه وتخلطيها مع العجينه بتاعتك علشان تظبط معاكي الكحكايه. تمام، ميه لا، ميه ما تزيدش عن ال 200 مللي اللي احنا قلنا عليهم باي حال من الاحوال. تمام، افتكر حاجه ثانيه اقولها لكم. معانا مين؟ ومدام نادي. الو، مساء الخير يا احلى بطوط قلبي. صباح الفل، كل سنه وحضرتك طيبه وانتي طيبه واسرتك طيبه واسره البرنامج جميعا يكونوا بخير يا رب. يا رب يا روح قلبي، يا رب ان شاء الله. ايه الجمال اللي انت قاعده تعمل، بتتفنني حبيبتي والله العظيم، شغلك كده بمزاج ما شاء الله حبيبتي والله، بعشقك اي شغل كده. وبعدين نجاح حضرتك مش في الوصفات بس حبيبتي، في المعلومات والثقافة اللي عند حضرتك. ربنا يعزك يا روح ده قلبي. نجاح لشيف فاطمة حبيبتي والله يا مدام نادية، رحتي فين؟ ميرسي والله العظيم على الكلام الحلو ده، تسلميلي ونورتيني، ربنا يعزك يا روح قلبي. يعني أنا من هواة أكل الكحك وعمايل الكحك ما شاء الله، ونقش الكحك يا جماعة، ما مش أي حد برضه ينقش الكحك. ما شاء الله، يعني انا بعمل الحاجات دي من وانا عندي بتاع 12 سنه كده. فيعني الكحك كنت بتفنن فعلا في نقشه، وكانت الكحكه بتاعتي دايما مميزه كده في الصاج اللي محطوط الحمد لله. لا نبص على الكحك اللي في الفرن. لسه شويه. تمام، يعني هوريكم كده، ده شكل الكحك اهو، اللون ده حلو جدا، بس محتاجين لون يعني شويه كمان علشان يبقى الكحكايه كده ما تلزقش في البق واحنا بناكلها. تيجي تاكلي كحك من عند حد فتلاقيه كده ايه، بيلزق في سقف الحلق كده من كتر ما هو تحسيه عجينه. علشان تتفادي الموضوع ده لازم الكحكايه تطلع معاكي باللون ده. بصوا كده معايا، شايفين اللون ده، اللون الذهبي ده، بصوا يعني باينه معانا. تمام، مش باينه هنا. طيب بصوا كده اهي، شايفين، بصوا اللون، بصوا من تحت، يعني درجه اللون خطيره. تمام، فدي اهم حاجه، تسويه الكحك يطلع كده لونه ذهبي، لونه يعني داخل على اللون المحمر شويه كده. ليه؟ علشان تكون خلاص الدقيق استوى والدنيا زي الفل، ما يمسكش في بقنا كده ويدينا احساس مش حلو خالص. خبزنا، عجننا، وقلنا التركات كلها بتاعه العجن، تركات المقادير نفسها، وحشينا وعملنا الحشوات مع بعض، نقشنا وظبطنا، وقلنا التسويه والفرن وكل الكلام ده كله. خلصنا الكحك وعملناه والدنيا تمام والمقادير نزلت على الهواء. نحافظ على الكحك بتاعنا ازاي؟ بصي بقى، الكحك بتاعنا محتاج زيه زي اي بسكوتات، زيه زي اي نواعم العيد، لازم يتحفظ في مكان يكون مقفول عليه كويس قوي علشان نحافظ على قرمشته، ما يطراش مننا، ما ينعمش مننا ويبقى البسكوت مثلا طاري، ولا الكحك غير، ولا الريحه غيرت. فافضل حاجه تحفظي فيها، خصوصا بقى لو كميات كبيره، عارفين الحله الالمونيا بتاعت امهاتنا اللي تورثناها دي الكبيره دي، فدي افضل حاجه تحفظي فيها الكحك والبسكوت بتاعك مدة طويلة وما بيجرالوش أي حاجة. طيب أحفظ الكحك بالسكر ولا من غير سكر؟ لا، من غير سكر، والسكر ده بيتحط آخر حاجة ساعة التقديم علشان ما يمتصش السمنة وتلاقي السكر يعني إيه كتل فوق الكحكاية. تمام؟ طيب السكر كمان ما بيتحطش غير لما الكحكاية تبرد تماما، ما ينفعش أحطها وأحط السكر والكحكاية سخنة، وده يخلي السكر يسيح برضه ويعمل لنا شكل مش حلو كده فوق الكحكاية.
تمام. يبقى كده كمان قلنا حفظ الكحك علشان يقعد معاكي مدة طويلة جدا جدا وما يجرروش اي حاجة مطلقا. كده بقى احنا ايه نرص الكحك بتاعنا، مقدرنا نزلت والدنيا تمام. اعتقد النهاردة كفينا ووفينا بكل تفاصيل الكحك، عشان كده حبيت اعمل هو الكحك بس عشان اقول لكم كل الاسرار عشان يطلع معاكي 10 على 10. قلنا كمان لو قابلتك اي مشكلة بتتصرفي فيها ازاي ونحط ايه وما نحطش ايه، فاعتقد كده ان شاء الله تكون الحلقة كده ايه يعني كانت درس خصوصي عن الكحك النهاردة. وانتوا طيبين وانتوا طيبين يا حبايبي. حاضر هنختم حالا، خلصنا خلصنا، نرص بس الكحكتين بتوعنا دول. يلا لما تيجي تحطي السكر باودر تمام، ما تحطيش الكحك على طبق وتحطي عليه السكر باودر تمام، ده يعني حاجة كده ايه اقتصادية شوية. تعملي ايه زي ما انا عاملة كده، انا هجيب ده بس احطه فين الاول؟ ها قولولي، جنب اخوه تمام حلو كده، اي خدمة. طيب دي اخر معلومة هنقولها، لما تيجي تحطي سكر بودر على الكحك يعني حطي بقى كده كيس تلاجة مفتوح رصي عليه تمام، وبدري عليه الكحك، وبعد كده هتشيلي الكيس تفضيه تاني في الطبق وترجعي تعملي تاني. فاحنا كده ايه وفرنا والطبق والبهدلة والكلام ده كله، وكده يبقى الموضوع لذيذ وبسيط وسهل خالص.